ومعنا لمزيد من المتابعة عبر الهاتف من بغداد السيد العميد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. مرحبا بك سيد خليل. بداية، هناك هجمات في عدة مناطق في العراق يقوم بها تنظيم الدولة بعد إعلان العبادي القضاء عليه، كيف تقرأ هذه الهجمات؟ حياك الله أستاذ نصير. وحياك أخي، هكذا نوع من المعارك بالمفهوم العسكري تسمى بالمعارك الخاصة. نعم. ومن سمات هذه المعارك الأساسية هو أنه الطرف الثاني، وهنا نقصد تنظيم دولة، تكون غايته هو الاستنزاف سواء على مستوى الأفراد أو السلاح أو المعدات. هذه الحروب، حروب الاستنزافية، يتجنبها أعظم الدول وأفضل القادة العسكريين، لأنها تكون مفتوحة ولا تقاتل عدو معروف المقرات والسكنات موجودة على أي أنه هذا النوع من المعارك تتم بين قوات نظامية اللي هي متمثلة في العراق، القوات الحكومية والميليشيات المتجحفلة معها مع قوات التحالف. الطرف الثاني هنا يعتمد على مبدأ وتعبية الجوالة. الجوالة أي ليس لديه مقر ثابت أو سكنة، هو يتنقل ويعتمد على المناورة بين هذا وذاك وفق الموقف الميداني. عندما رأى أنه تنظيم دولة الموقف الميداني ليس في صالحه، سارع إلى الانسحاب من مدن الموصل وغيرها بالاعتماد على التضحية بالأرض مقابل الحفاظ على قوة القتالية وعناصر الميدانية. لذلك اليوم نرى أن تنظيم الدولة بدأ يعيد هيكلة هجماته ويهاجم هذه المقرات الحكومية، سواء في ثلاث محافظات خلال أسبوع هو هاجمها، في محافظة صلاح الدين والتأميم لها كركوك وديالة، ولاحظنا هجمات متعددة. وهنا الغاية من هذه الهجمات ليس مسك الأرض، بل هو لغرض إدامة الاستنزاف وإرسال رسائل بأن التنظيم لا يزال موجود على عكس ما تدعي الحكومة العراقية بأنه انتهى وتم حسم المعركة. إذن ما محصلة كل ما حدث من تهجير نحو 4 ملايين مواطن وتدمير مدن بأكملها وتنظيم الدولة عاد ليضرب من جديد؟ بالتأكيد أخي الكريم، ولذلك عندما يوم أمس عندما أعلن قاء شرطة نينوى واللي هو يوم 30 ديسمبر كانوا الحالي أنه تم شن عملية عسكرية من قوات وات ومروحيات أمريكية، وتم قتل 17 عنصر من تنظيم الدولة في جنوب الموصل. ونحن نعرف أن العبادي حسم معركة الموصل في 10 تموز الماضي، وأيضا حسم جميع المعارك في العراق في 9 كانون الحالي. أي أن هذه البيانات التي صدرت من عبادي هي بيانات غير صحيحة، وقلناها سابقا وعدة مرات. هكذا معارك لا يمكن حسمها نهائيا، بل هي تبقى جميع المواقف العسكرية هشة ومتغيرة. أضف إلى ذلك أخي الكريم أن جميع المعارك التي تم حسمها هو حسم أمريكي وليس حسم حكومي. من أجل ذلك من أجل ذلك التحالف الدولي أعلن مجددا أنه سيتخذ إجراءات جديدة في سوريا والعراق لمنع عودة التنظيم. ما جدوى هذه الإجراءات؟ أخي الأمريكان ليس لديهم أي إجراءات جديدة، كل ما هنالك سيستمرون في تدمير المدن إذا ظهرت مجاميع مسلحة من قبل تنظيم دولة أو غيرها، سيقوم بتدمير المدن وسيقوم بتهجير المواطنين، وهذا ما يدفع ثمنه العراقيون منذ عام 2003 ليومنا هذا. دائما أمريكا تستحدث الأدوات وتهيئ الظروف وتصنف الإرهاب وفق ما تراه لمصلحتها، وبالتالي يكون يدفع الثمن هو العراقيون. اليوم لدينا الملايين من المهجرين والبنى التحتية مدمرة بالكامل لهذه المدن، وبالتالي لا توجد هنالك أي تعبية عسكرية جديدة للأمريكان. كل ما هنالك هو كما هو عليه، ولن ينتهي تنظيم دولة العراق ما دام موجودة هنالك منظومة إرهابية متكاملة تحكم العراق. شكرا جزيلا لك السيد عبد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية.